الله والصلاة على أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حمدا كثيرا لا يليق إلا لجلالته وعظمته. الحمد لله نهاية مسعدة ومفرحة، ونجاح إفلج الصدر، نجاح الدوري ونجاح الكاس ونجاح السوبر. أشكر الفرق اللي ساعدت في نجاح هذه الثلاث البطولات، أشكر فريق الرواد وأشكر نجوم سعود اللي ساهموا لنجاح هذه البطولات، أبارك وأهني لبطل الدوري اللي هو نجوم سعود، وأبارك لبطل الكاس اللي هو فريق الرواد، وأبارك لبطل السوبر اللي هو فريق سعود. وبهذه المناسبة الجميلة ونجاح جميع البطولات عندي في رابطة مكة، أعلن العفو عن جميع رؤساء الأندية والإداريين واللعيبة بما اقترفوه من مخالفات قانونية تليق بمخالفات قانونية تستحق وتستوجب العقاب. وبشهر رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وبذلك جميع رؤساء الفرق واللعيبة والأندية من اليوم هم في إعفاء تام في جميع المخالفات. وشكرا لجميع الشبكات، شكرا سمعة بيك، شكرا ميلتك، شكرا صدى مكة، شكرا للسناب الإعلامي على تواجده معنا في الحفل الختامي البهيج لسوبر الأبطال. وأشكر الجميع، وأشكر جميع الرياضيين في مكة على صبرهم وتحملهم على الأخطاء اللي كانت من مجلس الإدارة أو كانت من الحكام أو كانت من أي عضو كان فعال معنا في الرابطة. والقادم إن شاء الله بيكون أجمل، وأتمنى التوفيق لمن يفوز برئاسة الرابطة في السنوات القادمة، سواء كان الأستاذ عبد الله حمدي أو إذا كان في مرشح آخر مين حيكون الله العالم. أبارك لهم وأهنيهم وأكون أنا واقف معاهم وداعم لهم. وأشكركم جميعا وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.